سلام الله عليكم. من الأسئلة التي تأتيني كثيرا هي: إذا ضاع مني هاتفي بنظام أندرويد كيف أتصرف؟ هناك خاصية رائعة من شركة جوجل تمكنك من معرفة مكان هاتفك بشكل دقيق، وبإمكانك كذلك حذف جميع الصور والملفات الموجودة على هاتفك عن بعد. يعني خاصية رائعة جدا. هيا معي إلى الشرح. أول شيء تقوم به هو الدخول إلى هذا الرابط android.com/find هكذا، ثم سيطلب منك إدخال الإيميل والباسورد الخاص بك، يعني الإيميل الموجود على الهاتف الذي ضاع منك. ثم تقوم بإدخال الإيميل والباسورد، ثم يعطيك هذه الواجهة كما تشاهدون: اسم الهاتف، نسبة الشحن. وهنا بإمكانك أن تقوم بالضغط على هذا Apply Sound. هذه الخاصية مثلا إذا ذهبت إلى مكان وجود الهاتف الذي سيعطيه لك هنا في الخارطة، مكان دقيق جدا، بإمكانك أن تضغط على هذه الخاصية Play Sound، ثم يصدر صوت حتى تعرف من الذي سرق هاتفك أو المكان الموجود فيه. ثم هنا Secure Device، بإمكانك أن تقوم بحماية الجهاز، تغيير باسورد، لوك سكرين، يعني أنتم كما تشاهدون خصائص رائعة جدا. ثم الخاصية التي نريدها هي Erase Device. هذه الخاصية تقوم بمسح جميع الصور وأرقام الهاتف وكل المحتوى الموجود على هاتفك الذي تم سرقته أو الذي ضاع منك، يعني مثل iCloud. إذا أعجبك هذا المقطع لا تبخل علينا بمتابعتنا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فقد فاتك الكثير الكثير من المواضيع التقنية الرائعة. سلام الله عليكم.